أقيم في جمعية اليقظة التعاونية لآل فخوري في خلدة بعمان حفل إطلاق كتاب للدكتور جلال فخوري بعنوان شذرات في الفكر السياسي الفلسفي، حيث قدم الكاتب خلال الحفل نبذة عن موضوعات الكتاب التي تعبر عن ثقافة واعية وبعيدة عن الآراء الخاصة، ومنها موضوع صراع حضارات لا صراع أديان. الحقيقة أن هذا الكتاب جاء تكملة ل 32 كتاب، جميعها حتى الأدبية منها كانت بأدب فلسفي والبقية فلسفي سياسية. أبدأ الكلام بكلام أرجو أن يكون مقبولا عند الجميع، وهو كلما هبت رياح العقلانية لامستني نسائم الحكمة التي تسير بي إلى حيث أرغب، وكلما شعرت بعظمة الحكمة وجمالها صحوت من غفوتي التي أخذتني إلى غياهب السطحية. إنها الحكمة التي تغذي تفاصيل دماغي، فأنتعش وأتعقل أنني في أمان. وكلما صبغت الفلسفة ثقافتنا بألوان التعمق، كلما بتنا في أمان أن فكرنا ملتحم بالموضوعية لا بالرمادية الثقافية التي تتدنى وتهبط بسطحية مثقفين من أدباء وشعراء وباحثين وسياسيين وعلماء وخبراء الطبيعة والزراعة والصناعة. اليوم وببساطة الفكر الذي يغزوني بين الفينة والأخرى، أستلهم بعضا من شذرات الفكر حول ما نستخدمه في كثير من الأوقات والمناسبات من مصطلحات حبذا لو استخدمناها ونحن على معرفة تامة بها ما مما يثير فينا دوما السؤال التالي: هل ثقافتنا بخير؟ وإذا كانت ثقافتنا كذلك، فلماذا يتم التآمر عليها لإحباطها؟ ولماذا أدباءنا وشعرانا وحياتنا الفكرية في تدن وتداع مريب؟ هل نحن على وعي بما نكتب أو نقرأ؟ وهل تغوص ثقافتنا في أعماق وجذور التبرير والتعليل والتسبيب والتقميص والتمحيص الواجب في كل أبحاثنا؟ قلت أن الحكمة تهب على بعض الباحثين منا فتورم أدمغتنا حتى لنقذف حمم أفكارنا بما هو جذري وأساسي لا سطحي، بحثا عن موضوعية ترشدنا إليها. كما أطلق بذات الجمعية ديوان شعر للدكتورة فيلومين نصار بعنوان شرقية أنا، حيث قدمت الشاعرة خلال الحفل قراءات من ديوانها أمتعت الحاضرين من رجال دين وفكر وسياسة. شكرا جزيلا لقناة نورسات، دائما هي مرافقة لجميع أنشطتنا الكنسية والثقافية والشبابية على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم العربي. شكرا أيضا لحضوركم اليوم لحتى تغطوا حفل إشهار كتابين في نفس الوقت، كتاب فلسفي للفيلسوف والدكتور جلال فخوري بعنوان شذرات الفكر السياسي، وديواني الشعري الأول بعنوان شرقية أنا. هذا الديوان سميته شرقية أنا لأنه يتحدث من القلب إلى القلب، من امرأة شرقية إلى المرأة الشرقية التي تعيش أوجاع وآلام وآمال وتحديات كل امرأة تعيش في عالمنا العربي.
هناك الكتاب يحتوي على جزئين تقريبا. الجزء الأول يتحدث عن الوجدانيات والإنسانيات والمرأة وحقوق المرأة والكرامة الإنسانية وآمالها وآلامها وطموحاتها في أن تكون كل متكامل في هذا المجتمع الواحد المتكامل، حيث لا يوجد امرأة ورجل بل كليتنا كل متكامل. الجزء الثاني وهو الثلث الأخير حقيقة يتحدث عن الوطن، وهو بعنوان وطنيات وطن ووجدان. يتحدث عن المآسي التي عاشها اللاجئون سواء العراقيون أو السوريون أو الفلسطينيون أو أي لاجئ في عالمنا العربي، وعن تحدياتنا أيضا كشعب عربي نعيش فترة صعبة ممزقة نوعا ما. أخاطب هذا الوجدان العربي لكي يصحو، وأنا جزء من هذا الوجدان وأنا جزء من هذا الكيان العربي. شكرا جزيلا لكم، بتمنى أن ينال الكتاب إعجابكم وتشجعوني كأول تجربة، وأنا حاليا في صدد الانتهاء من إصدار كتابي الديوان الثاني إن شاء الله. إن شاء الله بتتشرفوا أيضا في إشهار هذا الكتاب.